مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ رجعنا من جديد اليوم بحلقة كتير جديدة وكتير حلوة ما تتوقعوها معي. حبيت اليوم أقولكم إنه شو هي البنت. كل مرة بنحكي عن الشاب وشو الشاب وشو بحب الشاب، بس المرة هاي بدنا نحكي عن البنات. إحنا البنات إلنا أمور كتير غريبة ما حد بفهمها غير إحنا ورب العالمين. فينا نقول انه احنا منحب نزودها شوي، ان احنا مجنونين بحالنا شوي، لنا امور. معلش معلش، اليوم رح اطرحها معكم. خليكم تضحكوا شوي هالشباب على جنس حواء. مع مين؟ مع سارة الملاحي. ليش عم تبكي؟ لانه ما اتصل علي. كيف بده يتصل اذا انت ما عم بتردي عليه وما عم تعطيله مجال؟ طب ردي على الاول عشان يرد، يعني يبعث لك شيء. لا، ما انت ما بتعرفي، بعثت له امبارح، كتبت له امبارح، وسويت له امبارح، ورسلت له وقلت له وعطيت له سناب وما عم بيرد. بتعرفي، رح اتركه خلص، ما عادش نكفي مع بعض. بتعرفي هذا احسن شيء تسوي، الاولاد بدهم العين الحمراء، ما تردي عليه وما بدك اياه، ويا اختي بترزقي احسن منه. استني استني استني، خلص مش الحال، هي على رد. يعني شو؟ يعني ما رح اتركه. كتب لي هلا حبيبتي، يعني عم فكر فيني. ماما ماما، هديك البنت اللي لابسه فستان احمر اللي قاعده على الناحيه اليمين، ما تسلمي عليها وما بدك اياها، واللي بتقول لك بتسلم عليك اعمل حالك ما منتبهه، ولا اقول لك سلمي سلمي، بس قولي لبنتي انه بنتي مشغوله بشي. طب انت مخصماها ولا بدك اياها ولا شو؟ انا ليش ما اسلم عليها؟ يعني يا بنتي اذا انت ما بدك تحكي معها، انا شو ذنبي؟ انا ام كبيره، شو خصني مشاكلكم؟ بحبني بحبنيش، بحبني بحبنيش، بحبني بحبنيش، بحبني بحبني، حيجي يخطبني انه بحبني واثبت الوردة انه بحبني. بتعرف شو بدي اقول لك؟ من شي يومين قلت الفلت لي وبتقول لي اسمعي رح اشتري هذاك الفستان عشان يطلع لك حلو بالفرح. ما بتعرف ان انا عندي نفس الفستان، وهي ما بتعرف ان اشتريته احسن منها، ولو شو وسعر احسن من سعرها. ايه حبيبتي 200، شوفي هي بتقول لي اشتريته انا ب 400 كرون. ايه روحي هدي حدك جبتيه ب 100 كرون، بس هي ما بتعرف، عم بتخبي، مفكره حالها هي رح تشتري هذا الفستان ولا ما بشتري، وبكره نشوف بالفرح مين احلى فستان، انا ولا هي. شايفة هداك الشاب اللي واقف هناك؟ ايه ماله؟ ايه بجنن، شوف ما احلى لبسه، ولا ما احلى شعراته، ولا ما احلى جسمه، لك بجنن. بتعرفي كأني انا وياه مخلوقين لبعض، نفس الحركة اللي بسويها انا بسويها، نفس المشي اللي بمشيها انا بمشيها. بتعرفي، يا رب يطلع من نصيبي، يا رب يطلع من نصيبي. ماما فيني اسافر مع صحباتي؟ ما عندي بناتي سافروا من غير جوازهم، بس تتجوزي سافري ولفي العالم الكرة الأرضية كلها مع جوزك. ماما إجاني عريس، وعريس لقطة. قلتي عريس؟ لمين العريس؟ إذا أنت صغيرة وما بدنا جوزك هلا، لما أفكر جوزك بعد 25، بدك تتجوزي هلا؟ مش انت قلتي يا ماما لما اجيكي عريس رح تتجوزي بأقرب فرصة؟ واجاني عريس حتى اروح واسافر واعمل كل شيء مع زوجي، وهلا اجى العريس ما بدك تتجوزيني ليش؟ شو صار وليه؟ انكسر اطفري. قعدت اربي فيه اسبوعين والون فيه واهتم فيه، وهلا ينكسر بشربة مي، ما فرحت عليه حتى باللون الجديد. لازم هلا اصمد مصاري عشان اشتري شنطة شانيل الجديدة، بس كيف يا ربي؟ كيف بدي اصمد مصاري؟ كيف بدي اصمد مصاري؟ ايه رح اقول لبابا ان انا بدي منك فلوس، بعد ما يعطيني رح اقول لماما. احنا البنات ما بنفكر ولا لا؟ استني استني شوي، هاي الاطلاله كثير حلوه والاضاءه بتجنن، خليني اخذ شي 50 سلفي حتى اغير الفيسبوك بروفايل بيكتشر والانستغرام. استني شوي.
حلوة، أخذت شي 30,000 وحدة وما وحدة حلوة. استني شوي خلصيني، الباص رح يمشي وانت عم تاخذي لي سيلفي. يلا 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 اخر وحده، اخر وحده تزبط ولا ما تزبط؟ اخر وحده قلك ما بدي اخذ ولا سيلفي، رح مسحهم كلهم ونروح. يلا يلا امشي امشي. واشياء كتير كتير غريبه وكتير امور فيديوهات كتير، ما فيني اوريكم كل شيء، حبيت اورجيكم بس مخطفات من جنس حواء شو عم بيعملوا في الامور الغريبه تبعيتهم ما حد بفهمها غير جنس حواء وزي ما تكون رب العالمين. بتمنى لكم استمتعتوا كتير بهالفيديو، فيديو جديد من نظام جديد، حبيت اورجيكم كمان جانب اخر من سلا الملاحي. بحبكم كتير ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب ليوتيوب شانل تبعيتي، وكمان شي لايكس وكومنتس حتى اعرف شو بتحبوا للاستفادة فيديوهات اكتر واكتر مع مين، مع سلا الملاحي. بحبكم كتير، باي للفيديو القادم.